معانا احمد كيوان، عفوا، مراسل قناه النادي الاهلي، متواجد دلوقتي في النادي الاهلي في الجزيره، وطبعا هيقول لنا تفاصيل الاستعدادات لمباراه النادي الاهلي القادمه ان شاء الله يوم الثلاث القادم في الدوري المصري الممتاز. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير عليك يا شيماء، مساء الخير على كل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده العصر رجع الفريق عشان يبتدي استعداداته للدوري المصري الممتاز ومنافسات ومباريات الدوري المصري الممتاز، ولا ان شاء الله هيكون يوم الثلاثاء القادم. عايز اعرف منك الحاله هناك عامله ازاي. بالتاكيد ان شاء الله الاهلي هيكون امام مواجهه يوم الثلاثاء القادم باذن الله امام المقاولين العرب في الجوله 16 من منافسات الدوري الممتاز. يمكن تدريب النهارده النادي الاهلي سبقه جلسه مطوله بين الجهاز الفني والاداري بقياده الكابتن محمد يوسف ومعاه الكابتن ياسر حفيظ اللي بيعود الملعب مره اخرى كمدير في جهاز الكره. يمكن كانت الجلسه كلها تحديات الفتره الحاليه اللي بيمر بها الفريق، كانت مطالبه كبيره جدا من كل اللاعبين التركيز في ما هو قادم وخاصه بطوله الدوري. يمكن بعض اللاعبين كلهم يعني لمسوا جديد الموقف، لمسوا ان المشهد مطلوب من كل الجميع نتكاتف من اجل ان يمر النادي الاهلي الى قطار والسلاح كما تعودنا منه منذ سنوات. هو البارد الاحمر، هو بطل البطوله العام السابق والقبل، بطل البطوله اكثر الانديه الحصول على بطولاتها. بالتاكيد نص الجلسه كلها كانت جلسه تحفيزيه وتحديد للمسار لعدد كبير جدا من اللاعبين. بدات التمرين من الناحيه البدنيه، بدا فيها جانب بدني مرورا باللاعبين الغائبين. طبعا اتكلم معاك عن عمرو السوليه ومحمد هاني، كذلك سليف كلوباني وجونيور اجاييه، ومعاهم رامي ربيعه وباسم علي، كان كل ده وعلي معلول موجود في الملعب. كل اللعيبه دول اعتقد يعني منهم اللاعبين اللي عارفين كويس جدا موقفهم من الناحيه الفنيه والبدنيه، بيجروا عمليات الاحماء لكن في اماكن منفصله عن التدريب الجماعي. كابتن سيد عبد الحفيظ شارك كمان في التمرين، يمكن اول في بدايته كده لفتين مع جونيور اجاييه وكذلك سليف كلوبالي. كابتن سيد شخصيه كبيره جدا، وكذلك في التفاف كبير جدا من المدربين الحاليين. وجود النهارده كابتن طارق سليمان كمدرب للحراس بعد رحيل كابتن مصطفى كمال، متواجد مع الحراس النهارده بيتكلم برضه في جلسه خاصه بينه وبين شريف اكرامي وعلى لطفي والشناوي لتغيير بقى المشهد الفتره المقبله ان شاء الله. يعود النادي الاهلي لمكانه الطبيعي اللي تعودنا عليه ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله. يمكن هي دي اهم يعني لسه التمرين في بدايته يا شيما، كانت الجلسه كانت طويله جدا اكثر من ساعه، لسه التمرين في بدايته بدني، يمكن ده اهم ما لدينا الان. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته المقبله امام المقاولين في الجوله 16. بشكرك جدا احمد كيوان، مراسل قناه النادي الاهلي، المتواجد دلوقتي في تدريب النادي الاهلي من ملعب مختار التتش في الجزيره.